سلام، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا فيا، ومرحبا بكم في قصه جديده. قبل ما نبداو القصه ديال اليوم، الا كنتو اول مره كتفرجوا في القناه ديالي، ما تنساوش ديروا جيم وابوني وتخليوا ليا شي تعليق على شلا. ونخليكم دابا مع القصه، فرجه ممتعه. سميتي مريم وقصتي بدات في سنه 1996 ملي كانت عندي 26 عام. كنت يلاه تحولت واحد المدينة جديدة بحكم الخدمة ديالي، وكان خاصني ضروري نقلب على دار نكريها. وبالفعل لقيت وحدة وكريتها من عند الحاج عمر اللي كان كبير شوية في السن وعنده ثلاثة الأولاد في التقاطع ديالي. تفاهمت معاه وقررت باش ناخد دار وما نضيعهاش من بين يديا، حيت كانت بثمن رخيص بزاف واخا كانت كبيرة. الدار كانت في واحد العمارة اللي ساكن فيها غير ولاد الحاج وجداتهم ضماماهم الحاجة فاطمة. وفاش خديت الساروت من عند الحاج قال لي نصيك بنتي بعدي على الجيران، وخصوصا فاطمه اللي ساكنه في الطبقه الاولى حيت بيناتنا شي مشاكل عائليه. وخلاني ومشى. انا الصراحه ما عجبنيش الحال، حيت ما كيعجبنيش نكون في شي بلاصه ويكونوا فيها المشاكل، وخصوصا اذا كانوا ديال العائله. على اين جبت الرحيل ديالي وبديت كنقاد في الدار وما ساليت حتى الجويه 9 الليل. داك النهار كان البرد بزاف والشتا كطيح، كنت نعس بكري واخا موالفه كنعس حتى الجويه الفجر، ولكن كانت هادي اول ليله ليا في داري جديده. وكنت عيانه بزاف مع الرحيل وتماره، داكشي علاش طحت الدوده. واحد شويه وانا ناعسه حتى بدا كيصوني التليفون ديال الفيكس اللي كنت ديجا حاطه في الصالون، والصوت ديالو وصل ليا حتى للحلم. ولكن ما قدرتش نوض من بلاصتي، بقى التليفون كيصوني 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 ما حبش. وانا نحل عيني شفت في الساعه ولقيتها 2 الصباح. بديت كنتسائل في راسي شكون غادي يكون كيصوني ليا في هذا الوقت، زعما تكون ماما ولا شي واحد وقع لي شي حاجه. وانا نوض من بلاصتي بزز عليا، وملي وصلت غنهز التليفون وهو يحبس الصوت. بطبيعة الحال ما عرفت شكون كان كيصوني، حيت في ذاك الوقت ما كانش الخدمة اللي كيطلع بها الرقم في التليفونات. وبديت كنقول في راسي شكون غيكون، وكون نط غير قبل شوية كون جاوبت وكون هادي وهادي وهادي. صافي حطيت التليفون وبديت راجع لبيتي كنقفقف بالبرد، حيت الدار مازال خاوية ومازال ما مفرشاش كاملة. ملي قربت حدا باب بيتي سمعت شي صوت ديال تقرقيف في البالكون اللي كان في البيت لداخل، وفحال شي واحد باغي يحلو من على برا، خصوصا داري كانت في الطبقه الاولى. بقيت واقفه في بلاصتي والخلعه قاتلاني، والصوت ديال التقرقيب غير ما غادي وكيتزاد. ما عرفت ما ندير والدنيا دارت بيا، حدي شعلت الضو بس ما هذاك الشخص اللي كيحل في البالكون يعرف بلي كاين شي واحد في الدار ويمشي. وفعلا ما شعلت الضو وهو الصوت يحبس. بقيت واقفه شويه على اساس نخلي ليه فرصه باش يهرب، حيت ما كنتش قادره نواجهه الا كان باقي. ومشيت بشويه وحليت البالكون وانا ميته بالخلعه، ولكن ملي طليت ما كان والو. وحتى في الشارع كان واحد ثقيل درجة بزاف خياليه، ما كان لا بنادم ولا حتى شي حيوان. صافي سديت الباب مزيان ورجعت لبلاصتي وحاولت نرجع الناس، وداتني عيني. وشويه وانا ناعسه كنفيق عاوتاني على التليفون اللي بدا كيصوني مره اخرى، وما بغيت نوض باش نمشي نجاوب حتى كيبان ليا الباب ديال البالكون محلول، واخا انا كنت متاكده بلي سديتو قبل ما نرجع الناس. بقيت مجمده في بلاصتي وكنفكر. وفي نفس هاد الوقيته التليفون حبس الصوني ديالو. حاولت نقوي راسي ونصديت البالكون وقلبت الدار كامله وما لقيت حتى حاجه، ورجعت لبلاصتي كنفكر حتى صباح الصباح. ونت مشيت لخدمتي عادي واخا بزز عليا. المهم دازت شي ايام والحمد لله ما كان والو. بديت كنولف الدار بشويه بشويه، بديت كنفرش فيها وتعرفت على ناس جداد في ديك المدينه، وتعرفت على واحد البنت كان سميتها حنان اللي ولينا صحابات وكانت كتار من اختي. واحد المره حنان كانت هي غتبات عندي وجلسنا في الصالون كنتفرجوا في واحد المسرحيه. حنان تها الناس نتغطيتها ومشيت لبيتي حتى انا باش ناس، واخا صراحه ما كانش فيا الناس كنت كنحاول وصافي. واحد شويه بديت كنسمع الهضره في الصالون، وكان صوت ديال حنان وصوت واحد اخر ما فلستوش، والهضره اللي كتسمع كاع ما مفهومه. قلت واقيلا هادي غير حنان كتحلم، ولكن صوت الاخر ديال من؟ وانا شويه ونقول في راسي تقدر تكون غير هي ملي كتحلم كتهضر بجوج ديال الاصوات. وانا نبدا نعيط عليها حنان حنان واش كتحلمي؟
وهي تقطع الهضره. ملي تقطعت الهضره قلت غتكون فاقت، وانا نقول نوض نشوفها، ما غنخرج حتى باب ديال بيتي وانا نلقاها واقفه وكتشوف فيا وساكته. وانا نقول ليها حنان ملكي ياك لاباس، والو كاع ما جاوبتني، باقا غير جامده في بلاصتها وما كتهضرش. وعاود سولتها والو، تقول غير شي صنم واقف. هزيت يدي باش نحركها ولكن طرتنيش، مشات للصالون تبعتها، هزت ساكها ولبست عليها حوايجها وحلت الباب وخرجت بلا ما تنطق حتى بشي كلمه. انا نتبعها كنقول ليها تسني فين غاده، تسني غير نمشي معاك الليل هذا، والو لحت عليا غير مونطوم الفوق وهبط حليت ليها الباب ووصلتها لدارها بالحكم انها كانت ساكنه قريبه ليا. صافي وصلت سدات بابها ودخلت، انا رجع لداري. ملي رجعت وانا كنفكر غير في حنان اللي ما لقيت ليها حتى جواب. مهم بقيت الليل كامل وانا كنفكر حتى داني الناس. الغد في الصباح ملي فقت انا نصوني ليها نسولها على شنو كان طاري، ولكن هنا فين تصدمت حيت ما لقيتها عقل على حتى حاجه من داكشي. انا تشوكيت وما عرفت ما نقول ليها. صافي قلت ما نحكرش عليها وقطعت التليفون وجلست كنفكر كيفاش زعما هادشي. ملي ما لقيت حتى جواب عاوتاني نضت مشيت للخدمه وخليت وقلت نسى هذا الموضوع. دازو شي ايام وكيف العاده كنت يلا غدا الناس وانا مغميه على البرد، حتى كنسمع واحد الصوت في شي شكل، كان في حال شي خطوات ولكن كان صوت ثقيل بحال شي واحد كيتمشى وخطوات ديالو تقال بزاف. وداك الصوت كان جاي من الصالون وكنسمعو جاي قاصد البيت ديالي، وفعلا الصوت دخل حتى كنسمعو وقف حدايا. انا مت بالخلعة وبقيت مجمده في بلاصتي. واحد شويه انا نهز الغطا بشويه باش نشوف اشنو هادشي، حتى كنشوف رجلين ديال المراه اللي كانوا كاملين مشويين فحال محروقين، تقول غير كانوا في شي حرب وحالتهم حاله. انا بالخلعه رجعت تغميت وقلت راه غير كنت خايل، وعاود تاني هزيت الغطا باش نتاكد وبانوا ليا نفس رجلين باقين واقفين. صافي هنا تاكدت باللي بصح هادشي وقنعت راسي باللي اللي كنشوفو راه حقيقي وماشي غير كانت خايل. واحد شويه حتى كيبانوا ليا رجلين كينقصوا بحال شي واحد كيلعب بالحبل، شويه وهي تنقص فوق ناموسيتي وبدات كتنقص فوق. انا ميت بالخلعه وغير كنبكي، قربت نحماق وما قادره لا نغوت ولا نتحرك باش ما تحش بيا وتولي مادياني. واحد شويه عاودت نقصت في الارض وبدات كتجري بالسربه وكتغوت على حرجتها بحال شي واحد كيستغط وباغي غير اللي يعتقو. كتجري كتجري في الدار كامله وكتغوت، وداك الصوت ديالها بحال شي واحد كيتالم، والغوت غير كيتزاد وانا كنبكي في بلاصتي وما قادره ندير حتى حاجه. واحد شويه وهو يختفي كلشي بحال ما كان والو، وبقيت انا في بلاصتي مجمده ما قادره ندير حتى حاجه وعطيها غير لبكه. حتى كنسمع اذان الفجر عادي بديت كنحس بالروح كترجع فيا. بقيت شويه عادي بديت كنتوقد باش نوض ونخرج من هنا دغيا، وملي حيت الغطا باش نوض بانوا لي الاطراس ديال رجلين اللي كنت شفت مطراسين فوق الناموسيه. وهنا زدت تيقنت بلي هادشي حقيقي وماشي غير كنت خايل. خرجت كنجري من الدار وجلست في الدروج وانا كنبكي والنفس قربت تقطع فيا، بقيت شحال جالسه وما عارفه من ندير. الدنيا دارت بيا حتى كنسمع شي صوت شي واحد في الدروج هابط، لقيتها بنت جيران شافني في ديك الحاله تخلعت وبدات كتسول فيا، وانا كنحاول ما نقولش ليها شنو طاري وهي اصرت عليا باش تعرف. انا ما قدرتش نقول ليها حتى حاجه، حدي سولتها واش كتعرف شي حاجه على هاد الدار اللي فيها انا، قالت لي فحالاش، قلت ليها ما عرفتش، المهم شي حاجه كانت هنا ولا شي حاجه طاريه ولا الناس اللي كانوا قبل وقع عليهم شي حاجه. درت فيا واحد تشوفها في شي شكل وهي تقول لي علاش انتي ما في خباركش. هنا فين زاد خلعتني وخلات في راسي الف سؤال. قلت ليها اش ما في خباريش، قالت لي والو والو، وبدات كتهرب وما بغاش تقول لي وبدات كتقلب في الهضره، ولكن بقيت كنحكر عليها وكنرغب فيها. وهي تقول لي واش ما سمعتيش على كنزه، قلت ليها شكون هاد كنزه، قالت لي كنزه مرت الحاج عمر مول الدار. وهي تقرب حدايا فحال ما بغات شي واحد يسمعها، وهي تقول لي واش انتي ما عارفاش باللي كنزه ماتت محروقه في الكوزينه ديال هاد الدار هادي 7 سنين. صدمتني بهذا الشيء اللي قالت لي،
وانا بكثره اللي سمعت وداكشي اللي عشت في الليل ما حسيتش براسي حتى غيبت وطحت في الدروج. وملي حليت عيني كنلقى راسي في دار الحاجه فاطمه وكلشي مجموع عليا. انا ما فهمت والو، بقيت غير كنشوف. الحاجه فاطمه جالسه حدايا وغير كتبكي وبدات كتسولني مالي وكيفاش طرا ليا. وانا رجع لي السيناريو ديال داكشي كامل اللي طرا ليا بين عيني من اول نهار حتى ترجلي في ديك الدار. ما حسيتش براسي حتى بديت كنبكي وهي تبدا تمسح لي فوجي وكتقرا عليا القران. وبقات هكا حتى ترخفت شويه. واحد شويه خرج كلشي وبقيت غير انا والحاجه في الدار وبزاف ديال الاسئله كيدوروا ليا في راسي. شويه وهي تعاود تسولني مالك بنتي، عاودي ليا اشنو وقع. راه قالت لي بنت جيران بلي لقاتك في شي حاله ماشي هي هذيك. واش خلاك شي واحد ولا سمعتي شي خبر ماشي هي هذيك؟ انا نهبط راسي ودموعي بداو كينزلوا غير بوحدهم وهي تشوف فيا واحد تشوفها فحال كتقول لي راني فهمتك. وهي تصدمني ملي قالت لي حتى انتي شفتيها ياك. انا نشوف فيها وفحال كنقول لها حتى انا بعيني شكون، حيت لساني كانت قاله ليا. وهي تقول لي بنتي كنزة. انا بقيت غير كنشوف فيها وهي تبدا تعاود لي وقالت لي بلي بنتها كنزة، كانت عايشه مزيان هي ورجلها مع وليداتها بثلاثه، وكانت الحلم ديالها تكون عندها شي بنيته. ولكن رجلها عمر كان رافض هاد الفكره وما كانش باغي البنات. دازت واحد المده وقدر الله باش كنزة تكون حامله، ولكن عمر قال ليها خاصك طيحيه وهي رفضت. ومن هنا بدات المشاكل مع عمر وقالت لي بلي انه مشى من الدار وخلاها هي ولادها. وصلت لواحد الدرجه انها فحال حماقت ولات غير كتدخل وتخرج في الهضره، ولادها ولاو كيخافوا منها وبلي الحاجه شداتهم ولاو عايشين معاها. ودازوا الايام وكنزه وصل عليها النهار اللي خصها تولد فيه، ولكن هنا فين كان المشكل. وقالت لي بلي التربيه اللي كانت غتولد ماتت ليها وكانت بنت اللي كانت ديما كتحلم بها. ومن ثم كنزة زاد كملات على حماقة وباللي حياتها ولات عايشه جهيم في جهيم، ولات غير الدور تبكي وتقول لهم بغيت بنتي بغيت بنتي. وبقات مسكينة على داك الحال حتى حماقت بالكامل. حتى لواحد النهار كانت راسها في الدار ومعها غير ولدها الصغير، حتى كيسمعوها كتغوت في الدار. ملي جاو يشوفوا لقاوها شعلات العافية براسها وتأكدوا من هاد الهضره ملي سولوا ولدها الصغير، ولكن ما جاو فين يعتقوها حتى لقاو مولد امانات دا امانته. وقالت لي بلي بعد سنين الدار كراوها لشحال من واحد قبل مني، وبالفعل حتى هما طرات ليهم نفس الحاجه. انا ملي سمعت هادشي كامل غير ما زدت مرضت وبقيت غير مصدومه. فاش لواحد كيدوز بشي تجربه خارقه للعاده فحال اللي دزت منها انا، كتولي عايش في عالم اخر من غير الواقع، حيت اللي كتشوف ماشي هو اللي كتسمع وماشي هو اللي كتعرف. والحقيقه المؤلمه هي تكون عايش في دار ما شابح لوحده ماتت محروقه من 7 سنين. الحمد لله من بعد داكشي ما بقيت ساكنه في ديك الدار، مشيت لمدينه اخرى درت فيها حياتي واستقريت فيها انا وليداتي. ودابا كنعاود لكم قصتي ونصيحه لكم، ما عمركم ما تسكنوا في شي دار حتى تسولوا عليها مزيان، حيت مخافيه اعظم.